انت فين يا بيت؟ ايه بيت دي يابا؟ اسم الله، حقك عليا يا برنسيس، لساني غلط غصب عني، معلش سامحيني، اتاريني كنت غلطانه السنين دي كلها. وبقول لك يا بيت، ما هو مش قدام عيال الجيران كمان. انا ماشي بقى يا لا مش هتمشي. رايحه فين يا ضحى يا حبيبتي؟ استني. معلش يا طنط، اصل جدي زمانه زهق من قعده القهوه وخايفه يمشي لوحده. استني يا حبيبتي، انا هجيب لك طبقين عاشوره تاخديهم معاكي، واحد لجدك واحد لخالك. مش هقدر اخد حاجه معايا، هبقى ملخومه بجدي. شايفه حركات اختك يا مديحه؟ بتقولي حاجه يا عفت؟ خدي يوه، هي مشيت برضه؟ يا دي الاذيه، البنت اتحرجت يا عينيا. طبعا، ما هو من كلام اختك اللي زي السم. ايوه، لقيت نفسها اتزنقت. انا فاهمها كويس، لكن هي مين؟ في حاجه يا فيفي؟ انا حاسه كده ان الجو مغيم. الست فراوله نقحت ضحى كلمه خلتها تقوم تجري. هو انت ده يعني اختك؟ امال قبل عدوله فين؟ دخلت وراها مستحلفه. قبل عدوله؟ ايوه يا مديحه، بقيت مفارش توحيده عشان اخطف رجلي اوديهم. انت خلصت المفرش اللي في ايديكي؟ ايوه. طب الباقي عندك في البوريه؟ ما ردتيش عليا يعني. مستنيه ما تخلصي كلامك مع مديحه. وبعدين هو ايه اللي حصل؟ نزلت رحت الامل في المغربلين، وانا راجعه قابلني حسني متخانق مع اخوه، قال لي عايز اتكلم معاكي. مشينا لغايه جنينه الدراسه، قعدنا شويه ورجعنا. ومن امتى بتتمشوا مع بعض وتقعدوا في جناين؟ امال انا فاتحه له بيتي ليه؟ مش عشان كل حاجه تبقى قدامنا وتحت عينينا؟ تحت عينيكوا ايه بس؟ هو احنا بنعمل ايه؟ بقى اسمعي يا بت انت. ايوه بت، وهفضل اقولها لك بيني وبينك وقدام اي حد، بس مش دي العباره. البيت ده انا فتحته لحسني علشان عارفاه ومربياه كويس، مربياه وسطيكوا، واخد علينا واخدين عليه. واخوه حسن ياما وقف معانا وحمانا، وليه بدل الجميل عشرة في رقبتنا، لكن الحق حق، وسمعته وسمعتكوا هي ريس مالنا. خروج بره ورندفوهات والشغل ده لا والف لا، فاهمه؟ والحق بقى بتاع ربنا. الجدع عامل اللي عليه، عايز يخطب ويكتب، لكن انتي اللي سايقه العواج ومتلته. ايه اللي في دماغك؟ انا مش فاهمه. خلاص ما تزعليش نفسك، مش هقابله تاني بره، ولعلمك النهارده كانت صدفه يعني، لا كان رانديفو ولا اتفاق. ولو عايز تقصي رجله عن البيت ما عنديش مانع. بنت يا فراوله، انتي ايه اللي غيرك قوي كده على الجدع؟ يا اختي يا حبيبتي فهميني بقى، انا لا اتغيرت على حسني ولا على غيره، انا بس مركزه على مستقبلي. مش عاوزه اقضي بقيه عمري ست بيت مكنونه في عصمه القسطى حسني اخو القسطى حسن ارابيسك، وعاوزاه هو كمان يبص زي فوق الجدران القديمه والمشربيات ودكاكين السمين والقهاوي عشان يشوف الدنيا بقى. كل ده جواكي يا بنت جبالة السخاوي. الشربات لي كملي، وبنت امنه الخضريه كمان. بس ابويا وامي ما هماش تقبيده يا ابله، والا ما كنتيش علمتينا وكنتي قعدتينا جنبك، ولا كنتي اتجوزتي وجوزتينا لاي عامل ولا بياع سريح.